كيف أنظف جوالي من الماء؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا بإذن الله سبحانه وتعالى توضيح كيف تنظيف الجوال إذا وقع في الماء أو سقط في الماء. أولا عليك أن تتخلص من الكمية المتواجدة على الهاتف من الماء. أما نقوم بتنظيفه بقطعة قماش تمتص الماء أو استخدام المكنسة الكهربائية التي من الممكن أن تساعد على شفط قطرات الماء، وبعد ذلك تقوم بوضعه في الأرز وتقوم بتغطيته ووضع الأرز تحت أشعة الشمس، وبعد مرور 24 ساعة أو 48 ساعة وذلك على حسب كمية المياه، وقم بمحاولة إعادة تشغيله وبإذن الله ينجح هذا الأمر.